ورحمة الله وبركاته، سنة أولى. إيه الأخبار؟ إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية يونت 2، قاعدة سينس تحديدا page I think 122. سينس بتيجي يا جماعة مع ال present perfect، المضارع التام، مش بس مع المضارع التام، مع المضارع التام المستمر، مع الماضي التام، مع الماضي التام المستمر. أول زمن بتيجي معاه وتعودنا عليه من السنين اللي فاتت ال present perfect اللي هو have أو has plus ال past participle. I have lived in Aswan since 2002. من 2002 وانا عايش في اسوان. ده مضارع تام وبيجي مع سنس. ايه تاني بيجي مع سنس؟ مضارع تام مستمر اللي هو have او has برضو plus. هنشوف تالت حاجة بتيجي بعد سنس. اللي بعد سنس بيجي زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا ماضي بسيط. طب نفرض ان الفعل مش موجود، يعني بصوا الاكزامبل ده، he has worked، ده كده مضارع تام عادي، for the same company، كان بيشتغل نفس الشركة في نفس الشركة since he left school، من ساعة ما ساب مش ساب المدرسة، يعني ما خلص المدرسة. هنا عادي ماضي بسيط. بس لو الفاعل مش موجود يا جماعة، يعني احنا لو شلنا هي دي خالص، ممكن يجي verb with ing بعد since لو الفاعل مش موجود. ماشي، زي ما احنا شايفين left ال present منها leaving، بجيب ال present اللي هو leave يغادر وحط لها ing. تعالوا نقولها تاني، he has worked for the same company، هو كان بيشتغل لنفس الشركة since leaving school. ليه قلنا since leaving school؟ يعني عشان الفيرب هنا الفعل مش موجود، فحطينا ing، حطينا ing للفعل المضارع، بنجيب left المضارع بتاعه. رابع حاجة يا جماعة في استخدام since، قاعدة كده لازم نحفظها زي ما هي. ازاي؟ هنجيب it وراها، يا is يا was يا has been يا had been، وبقيه الجمله نكمله عادي، وسنس وبقيه الجمله التاني. يعني ايه؟ هو اول اكزامبل هنفهم منه ات، وهناخد از دي كده في المضارع، تو دايز يعني كان يومين، سنس اي لاست سو سما يعني من اخر مره شفت سما، ده كان من يومين. ات واز ذا فيرست تايم، كانت اول مره، ذات اي ميت ذا مانجر سنس لاست ماندي. يبقى واضح القاعده قدامي بتتحفظ، ات بلس يا از يا was يا has been يا had been وبقية الجملة وسنس وبقية الجملة التانية. طيب تعالوا بقى نشوف استخدام الخامس. نشوف الاستخدام السادس لسنس، بيجي معاها يا اما استخدم سنس لوحدها يا سنس then، ودي معناها يا جماعة منذ ذلك الحين، ومش محتاجة يجي وراها اي زمن تاني، لان احنا فهمنا من السياق خلاص الحاجة اللي احنا نقصدها. يعني ايه؟ شوف الاكزامبل ده، I returned home at 3 PM، انا رجعت البيت الساعة 3 PM، I haven't gone out since، وما خرجتش out since يعني منذ ذلك الحين، ممكن اقول since او since then، جت في نهاية الجملة وموراهاش اي حاجة. طب since برضو ممكن استخدمها باستخدام السابع دوت بمعنى لان، ماشي، ودي خدناها كتير قبل كده بمعنى because او as. تعالوا نشوف الاكزامبل ده، he didn't answer the phone since he was angry، هو ما ردش على التليفون، هنا since كأني حاطة because he was angry. he didn't answer the phone، ممكن ما هو شيلنا since وحطينا because، او شيلها وحط as، he didn't answer the phone as he was angry. اوكي، يبقى since هتيجي بمعنى في الجملة دي بمعنى as او because. يبقى هما سبع استخدام السنس، يا ريت نراجع عليهم عشان الحاجات ما تدخلش في بعضها. تعالوا بقى في حاجه اسمها صيغه المفعول لاجله اللي هي الكوزيتيف، ذا كوزيتيف اللي هو المفعول لاجله. صيغه المفعول لاجله دي يا جماعه صيغه سهله جدا وما تقلقوش منها. تعالوا بقى نركز شويه عشان نفهم الكوزيتيف اللي هو صيغه المفعول لاجله. طب ايه المفعول لاجله دوت؟ يعني انا لو انا فاعل يبقى اتفعل لاجلي حاجه، او حد فعل لي حاجه، ده اسمها الكوزيتيف، يعني المفعول لاجلي انا، حد فعل لي حاجه، انا خليته يعمل لي الحاجه دي. تعالوا نفهم اكتر. دايما بستخدم صيغه المفعول لاجله اللي هي الكوزيتيف مع فيربين اللي هما have او ايه، have او get، have او get. تعالوا نشوف القاعده نفسها. هو هنا بقول له زي ما احنا شايفين كده، بيقول لي المفعول لاجله اللي هو الشخص اللي هو بيتفعل لاجله الحاجه هيجي في الاول، ماشي، سواء انا او هو او محمد احمد اي حد، هو اللي هيجي الاول المفعول لاجله، الشخص اللي اتعمل له الحاجه المفعول لاجله، يعني الشخص اللي اتعمل له الحاجه. بعديها هيجي هاف او جيت على حسب الجمله عايزي. بعديها الفاعل، الفاعل اللي هو مين؟ مش انا بقى، الفاعل اللي هو الشخص اللي عمل لي الحاجه دي، بلس بعد كده الايه، المصدر لو انا هستخدم هاف، لكن لو هستخدم جيت
هستخدم تو والمصدر. عرفنا الفرق بين جيت وهاف، الاستخدام البسيط الفرق البسيط ما بين هاف وجيت ان هيجي المصدر بدون تو مع هاف، لكن لو استخدمت جيت هيجي معاها تو. طب تعالوا نفهم اكتر. اي هنا المثال بتاع اي هاد ده، انا هنا اي المفعول لاجلي، حد عمل لي حاجه ماشي، استخدمت هاد اهو بس في الماضي ما فيهاش حاجه. اي هاد ادكتور، ادكتور ده بقى اللي هو الايه، الشخص الفاعل اللي عمل لي الحاجه. ادكتور تشيك، جت المصدر ليه هنا تشيك عشان استخدمت هاد، ما جاش تو تشيك ماشي. ماي بلاد بريشر، يعني انا خليت الدكتور ده يعمل تشيك على البلاد بريشر بتاعي، ده بقى المفعول لاجله. يعني انا الشخص اللي اتعمل لي الحاجه دي، الدكتور هو الفاعل، والبلاد بريشر دي هتيجي طبعا بعد تشيك اللي هو المصدر. طب لو هستخدم جيت في نفس الجمله، عايز اخليها جوت برضو ماضي، وهقول اي جوت ا دكتور تو تشيك ماي بلاد بريشر. اظن كده واضح البوزيتيف، ما فيهوش اي مشكله. بجيب المفعول لاجله الاول، الشخص اللي هيتعمل له الحاجه. تاني حاجه يا هاف يا جيت، بعد كده الفاعل الشخص اللي هيعمل لي الحاجه، وبعد كده بجيب المصدر بس من غير تو لو استخدمت هاف، وبعد كده بجيب المصدر بتو لو استخدمت جيت. تعالوا نكمل. نفس الكوزيتيف اللي احنا شرحناه دلوقتي، لو جه مبني للمجهول، ايوه بيجي مبني للمجهول ازاي؟ تعالوا نشوف. هنجيب المفعول لاجله الاول برضو، الشخص اللي هو هيتعمل لي الحاجه، اوكي هجيب وراها هاف وجيت عادي برضو مفيش مشكله. بس هنا بقى مش هجيب الفاعل اللي هو الشخص اللي عمل، لان اساسا احنا قلنا ان هو مبني للمجهول، فمش هجيب فعل، هجيب مفعول. هجيب ايه؟ مفعول، وهجيب وراها بقى تصريف ثالث كالعاده زي ما بنعمل في البس، هجيب تصريف ثالث بعد المفعول. تعالوا بقى نشوف الجمله. I had or I got my blood pressure checked، هجيب تصريف ثالث باي دكتور، ممكن ديت استخدمها او ما استخدمهاش. بس لاحظتوا ايه هنا؟ ان ما استخدمتش تو بالرغم ان استخدمت جوت، عادي بقى مش فارقه، هنا مش هستخدم تو عشان ده باسيف. تعالوا بقى هنا هناخد حاجه لذيذه خدناها قبل كده، اللي هي السوبرليتيف ادجكتيفز، صفات التفضيل العليا. لما بقارن، مش هنا مش هعمل مقارنه، انا هقول الشخص دوت او الشيء دوت احسن حاجه في الموجودين، يعني بعمل مقارنه بين الشخص ده وبين مجموعه من الناس كتير، فبقول ده اطول واحد في الفصل، دي اقصر بنت في الفصل، فهنا بين مجموعه كتيره من الناس. فبيقول لي هنا الانجليش از ذا ايزيست سبجكت، فبعمل مقارنه بصفات الصفات القصيره، بحط قبليها ذا وبحط لها اي اس تي، لكن لو صفه طويله هحط ذا موست قبليها. ذا لاين از ذا موست دينجرس انيمال، الكلام ده طبعا واضح انه مش جديد وانتوا عارفين انه خدناه قبل كده. ذا رابت از ذا ليست دينجرس انيمال، الرابت ده اقل واحد خطوره في الحيوانات. طب تعالوا بقى، بيقول لي تتحول الصفات القصيره لصيغه التفضيل كالاتي، ازاي الصفات الصغيره في صفه التفضيل بنعملها؟ عادي جدا، بنحط قبليها ذا واي اس تي فيها ماشي، او زي ما هو كاتب كده اس تي بس لو هي فيها اي، او اي اس تي لو، او اي اي اس تي لو اخرها واي. تعالوا نشوف فاست، زي ما احنا شايفين تبقى ذا فاستست، لارج ذا لارجست، بيج ذا بيجست، ولاحظنا طبعا ان احنا ضعفنا الجي عشان في حرف متحرك قبل الجي. ليزي ذا ليزيست، وطبعا هنا واضح ان الواي تحولت لاي عشان قبليها حرف ساكن. اولد ذا اولدست، كلوز ذا كلوزست، ثن ذا ثينست، ولاحظنا ان ضعفنا الحرف الاخير اللي هو الان عشان قبليه فاول حرف متحرك. هيلسي ذا هيلسيست، اوكي. طب تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل تاني. الصفات الطويله في صفه التفضيل بنحط قبليها ذا موست او ذا ليست، الاكثر او الاقل. يعني مثلا بيوتيفول، عايز اقول الاكثر جمالا تبقى ذا موست بيوتيفول، الاقل جمالا هتبقى ذا ليست بيوتيفول. طب في معلومه مهمه جدا اللي هي رقم 4 دي، بيقول لي ذا مش هينفع استخدمها قبل الصفات لو قبليها صفه من صفات التفضيل بعد الاعداد الترتيبيه. يعني الصفه بتاعتي صفه التفضيل دي مش هينفع احط لها ذا لو قبليها عدد من الاعداد الترتيبيه. ازاي؟ مثلا largest لو قبليها ذا فيرست ماشي، يبقى هنا مش هينفعش اقول ذا فيرست ذا largest، ذات تيجي مره واحده بس قبل الاعداد الترتيبيه. عندي يعني ايه اعداد ترتيبيه؟ ممكن الاول الثاني الثالث، دي كده اعداد الترتيبيه. first second third fourth، الاول الثاني الرابع، مش هجيب ذا قبل الصفه، هجيب ذا قبل العدد الترتيبي نفسه. يعني مثلا بقول كايرو is the first largest city in Egypt، ما قلتش كايرو is the first the largest ماشي.
حاجة تانية مهمة ان ذا برضو ما بتستخدمش قبل صفة التفضيل عندما يسبقها صفة ملكية، يعني مثلا زي ما احنا شايفين يا ماي يا هيز يا هير يا يور اور ذير اتس، اي صفة ملكية وبصرف اسم بتاعت الملكية. كايرو is Egypt's largest city، ما قلناش كايرو is Egypt's the largest city. اوكي okay. اسما your youngest sister، ما قلناش اسما your the youngest sister، لان في يور يبقى لو في يور او ماي او اور او لو ابوستروف اس بتاعت النكيه او اتس زي ما احنا شايفين مش هحط ذا، ومع الاعداد الترتيبيه. احنا كده وصلنا لبيج 127 127. تعالوا بقى نركز في النقطه دي يا جماعه. في حاجه اسمها noun phrase، العباره الاسميه، يعني عباره على بعضها كده. لو لقيناها العباره ديت ممكن تعمل مع يعني عمل اسم واحد، يعني ممكن العباره دي كلها تبقى فاعل او العباره دي كلها تبقى مفعول او تبقى مجروره. ازاي؟ تعالوا نشوف اول اكزامبل. صلاح ديزاير، يعني رغبه صلاح to help others، دي كلها تخيلوا انها فعل، يعني رغبه صلاح في مساعده الاخرين دي الفعل. is because، بتكون لانه he wants to give young people a chance to succeed، عايز يدي الفرصه للشباب ان هم ينجحوا. شايفين بقى صلاح desire to help others دي كلها فاعل، يعني مش هعتبر صلاح بس هي اللي فاعل، لا حتى بتيجي في العربي حاجه شبه كده بتهيألي، اللي هي الجمله الاسميه لما تبقى فاعل وحاجه شبه كده يعني. فصلاح desire to help others دي كلها رغبه صلاح في مساعده الاخرين دي فاعل. فتعالوا نشوف الجملة التانية. We all respect، احنا كلنا بنحترم صلاح's desire to help others، بنحترم رغبة صلاح في مساعدة الآخرين. يعني زي ما بنقول كده في العربي، لو قلنا يحترم يحترم مين؟ الحد اللي وراه يحترم، ده بيبقى مفعول. اهي برضو كل صلاح's desire to help others دي بتعمل معاملة المفعول. الجملة التالتة I want to know more about، أول ما الاقي about دي ده حرف جر اللي بيجي وراه مجرور، صلاح's desire to help others رغبة صلاح في مساعدة الآخرين دي كلها هتبقى مجرورة بعد about. اوكي تعالوا بقى نشوف الجزء ده سهل مفيهوش حاجة. هو بيقول لي past participle اللي هو التصريف التالت ممكن استخدمه كبديل لعبارة وصل، يعني ايه بستخدمه كبديل لعبارة وصل؟ تعالوا نشوف الاكزامبل عشان نفهم. I have a cousin who is called كريم، انا عندي ابن عم الذي يسمى كريم. بعد هو او هوم او ويتش او ذات جت جمله مبنيه للمجهول زائد تصريف تالت، انا ممكن اعمل ايه؟ اشيل الحاجات اللي بتدل، اشيل الفيرب تو بي واشيل هو واحط تصريف تالت على طول. I have a cousin، شايفين بتساوي I have a cousin called كريم على طول، انا عندي ابن عم اسمه كريم. يعني انا عملنا ايه في الجمله هنا؟ شلنا اداه الوصل وشلنا verb to be وحطينا التصريف التالت، بس حل محل الجملة دي كلها. طب تعالوا الاكزامبل التاني. they have the skills، هما عندهم مهارات which are needed، هنا برضو استخدمنا which كأداة ربط ماشي، او زي ما بنقول كده عبارة وصل يعني، و are needed هنا passive. they have the skills which are needed اللي هي المحتاجة، المهارات التي يحتاجونها to monitor wild animals، عندهم مهارة ماشي are needed to monitor wild animals يعني مراقبة الحيوانات الوحشية. فاحنا هنعمل ايه زي ما الجملة اللي فوق عملت؟ هنشيل which، زي ما عملناها قصدي في الجملة اللي فوق، هنشيل which وهنشيل are واعبر عن الجملة جملة الوصل دي باستخدام التصريف التالي. they have the skills needed to monitor wild animals، عندهم المهارات اللي هي حد محتاجها يعني في مراقبة الwild animals الحيوانات الوحشية. نيجي بقى هنا يا جماعة عند استخدام as. as دي بتستخدم ك وكلنا عارفينها، يعني مثلا I work as a teacher، أنا بس بعمل كمدرس. as a student، كطالب. سما is very clever، كطالبة سما ذكية جدا. captain باسم works as a police officer، بيعمل كظابط. طب as دي تأتي، يأتي التصريف التالت بعدها، بيكون اختصار لجملة مبني للمجهول yes. تعالوا نشوف he works hard as planned، هو بيشتغل hard زي ما متخطط ماشي. he works hard as it has been planned بتساوي، يعني انا ممكن اعملها بالطريقة دي as it has been planned، اختصرت كل ده it has been وكتبت as planned يعني زي ما متخطط هو اشتغل. تستخدم as كمان وبعدها جملة كرابط بين الجمل بمعنى مختلفة، يعني بمعنى مختلفة يعني ايه؟ he fell asleep as he was watching a film. as هنا معناها while، واحنا كتير طبعا خدنا قبل كده لما كنا بناخد while بتساوي as، يعني بيجي وراها ماضي مستمر، يعني هو وقع في النوم بينما هو بيتفرج على التلفزيون.
as she was ill بينما هي كانت مريضة she didn't go to school. هنا أزمة معناها because she was ill عشان هي مريضة ما راحتش المدرسة. يبقى as ممكن استخدمها بمعنى while بمعنى when بمعنى because على حسب الجملة. ايه بقى owned يا جماعة؟ تستخدم own قبل اسم الشيء للتأكيد على ان انا صاحبة الشيء ده. ازاي؟ I relax well in my own room. يعني انا قاعد، طب انا كنت ممكن اقول my room، انا قاعد عامل relax في اوضتي in my room. لا، لما قلت my own room يعني اكدت ان الاوضة دي بتاعتي. اوكي، فاستخدام own حاجة تانية، بستخدم own نفسها كضمير. يعني ايه؟ this is my wife's car، دي عربية مراتي. my own بتاعتي، يبقى هنا بدل ما اقول it is being checked in the garage انا استخدمت my own دي عشان بتحل محل كلمة عربيتي. عربيتي بدل ما اقول my car، لا my own يعني بتاعتي is being checked in the garage، يعني بيتعمل عليها check في الجراج. طب نيجي بقى للبلورال تايتلز، عناوين الجمع. ايه العناوين الجمع دي؟ يعني لو انا عندي عنوان كتاب او مؤسسة ماشي وجا في صيغة الجمع بياخد فعل مفرد. تعالوا نشوف Line Guardians is a success story، ده عنوان قصة. اوكي، فبرغم انها جمع فخدت ايه؟ خدت ايز عادي. 1001 nights has، شايفين برضو ده عنوان كبير وجمع، خدت has been translated. ممكن كانت خدت have، لا عشان ده عنوان كتاب او قصة فخد has فعل مفرد. عارفة ان الجرامر طويل عليكو بس هانت خلاص، فاضل لنا but و but still، هما الاثنين بيربطوا بين جملتين فيهم تناقض. يعني تعالوا نشوف اول example. I asked for another glass of orange juice، انا طلبت كوباية تانية من عصير البرتقال. But there was no more، لكن مفيش تاني، لم يعد يوجد ايه؟ عصير. But still دي بتستخدم للتعارض، تناقض بين جملتين في الرأي. يعني ايه في الرأي؟ يعني مثلا بصوا there was no more orange juice، مفيش عصير تاني باقي. But still she asked for another glass، لكن ما زالت هي ما عندها وعايزة، يعني مفيش عصير وهي لسه عايزة، ازاي ما تعرفش؟ فده فعلا في تناقض في الرأي. thanks to معناها بفضل، وبتساوي because of. thanks to بتساوي because of، بتساوي due to owing to، وكلهم الثلاثة دول هما كام؟ أربعة، بيجي وراهم noun أو verb with ing، وبيساوي because أو since أو as. ماشي، بس طبعا بيجي مع because و since أو as جملة كاملة. تعالوا نشوف we could solve our problems، احنا نستطيع نحل مشاكلنا thanks to your help، بسبب مساعدتك. احنا قلنا thanks to جا وراها noun. طب لو استخدمنا نفس الجملة باستخدام because هجيب جملة كاملة وراها. we could solve our problems because you helped us. شوف احنا عملنا ايه؟ جبنا فاعل وجبنا فاعل ووراها مفعول. اوكي.